أهلا ومرحبا بضيفنا من بروكسل عبر سكايب الإعلامي الفلسطيني أحمد فراسيني. أستاذ أحمد معنا؟ نعم تواني. يا مرحبا أستاذ أحمد. نعم. إذن بحسب الأستاذ أحمد كامل، ما فعلته حماس من خلال هذه الزيارة إلى دمشق واللقاء ببشار الأسد خطأ استراتيجي وأخلاقي عظيم. يعني سأحاول أن أكون عادلا بعض الشيء. يعني بالنسبة للزيارة، هي طبعا لا أراها بالمكان الصحيح ولا بالزمان الصحيح، ولكن يمكن أن يعني أن نتفهم بعض الظروف. للأسف الشديد سأتحدث كفلسطيني على الأقل. يعني وجدت الفصائل الفلسطينية ووجد الفلسطيني نفسه أيضا في الزاوية، في يعني على إثر التطبيع وعلى الضغوطات وعلى العلاقات العربية الإسرائيلية والتسارع إلى المبادرة العربية التي لم يتحقق منها شيء إلا التطبيع العربي الإسرائيلي. طبعا وعلى الساحة ويعني داخليا حتى، الفصائل الفلسطينية كانت وما زالت اليوم وبأمس الحاجة إلى التمكين وإلى الأرضية الصلبة تحت أقدامها حتى تتمكن من فعل شيء أو حتى الثبات. المشكلة فلسطينيا هي أن الفصائل الفلسطينية يعني تبنى من أجل تحرير فلسطين كثورة، كمنظمات تحرير لفلسطين، ولكن نجد أنفسنا فيما بعد ندافع عن التنظيم أو عن الفصيل ونضع قضية تحرير الوطن جانبا إلى حين. لذلك يعني هنا الحفاظ على حماس كمنظمة، كمؤسسة، كحركة تحرير وطني، كحركة تحررية إسلامية، ربما كان بالنسبة لهم يعني لابد من هذه الخطوة. وإن يعني هي ضرورة حمساوية أم إعاز خارجي؟ يعني انظر، إعاز خارجي ربما يكون في ظل التحالفات الحالية مع إيران وسوريا وحتى روسيا. يعني لابد من أن يكون هناك إعاز خارجي لحماس أو أمر لحماس، إما أن تكون هنا أو لا تكون، وربما تكون المعادلة أقرب إلى ذلك حقيقة. فالمصلحة تصبح مصلحة حمساوية، ولكن هل حماس حركة مؤسسية تأخذ قراراتها من مؤسساتها أم بأوامر من الخارج؟ لا، أنا أرى أنه لابد من أن يعني يجب أن ننظر إلى المسألة أيضا بموضوعية. لا أظن أن حماس تأخذ أوامرها كلية من الخارج، ولكن هناك ضغوطات وربما تتعرض لضغوطات. المشكلة في أي حركة أو فصيل فلسطيني مقاوم إنه حين يلتزم بالأجندات الخارجية أو بالضغوطات الخارجية أو حتى أن يرى الظروف، كل الظروف في المحيط ضاغط عليه ولا تعطيها الحرية الكاملة في العمل المقاوم، هنا يجب أن نطرح السؤال، يجب أن نستمر في هذا الطريق مع هذه المنظمة أو نذهب إلى بدائل أخرى؟ إذ أن يعني أنا أستغرب أنه هل على الفصيل الفلسطيني أي كان، ولا ننسى أيضا أنه من ناحية السلطة الفلسطينية وجبريل رجوب والعلاقات علاقات السلطة الفلسطينية مع النظام الأسد أيضا كانت، بل وكانوا سباقين فيما بعد الثورة السورية يعني منذ 2011. يعني إذا والآن اجتمع الكل، يعني اجتمع الكل يا أستاذ أحمد في هذه الزيارة. طيب خليك معي أستاذ أحمد فرسين. أستاذ أحمد كامل، حماس بحاجة لإيران، بحاجة للسلاح وبحاجة للمال، ولا أحد في الدنيا يقدم لها هذا السلاح والمال إلا إيران، ولكن إيران بحاجة لحماس بحاجة ماسة. يعني كانت حماس تستطيع أن تقول للإيراني لن أتصالح مع بشار الأسد، وإذا ما عجبك بطلنا. إيران ما تستطيع، بحاجة حماس. إيران بحاجة حماس أكثر مما حماس بحاجة إيران. إيران هي القضية الفلسطينية، هي ورقة التوت الوحيدة التي تستر عورتها. وحماس إذا قالت لا، على الأقل يعني هذا الحد الأدنى، الموقف اللي بتناسب مع الإسلام والموقف اللي بتناسب مع العروبة. أحمد، أنت اليوم كفصائل ثورية سورية، إذا اضطريت واضطريت ربما سابقا، ما أخذت سلاح من الأمريكي؟ خليني بسوريا. أنا عم بقول لك تأخذ سلاح من الإيراني، بس ما تصالح هذا الوحش.
أنا كلامي ضمنياً أنه خذ سلاح من إيران معلش، بس ما تنزع كل ثيابك، ما تظهر أمام العالم كما هو ظاهر الآن أنك لا شيء يا حماس. من مقتضيات هذه الآن المصلحة أن تصالح النظام في سوريا لتوحيد المحور كما يقولون. لا، بدك محور متماسك كي تواجه التغيرات الكبرى في المنطقة. هذا محور، هذا محور هدول العصابات إجرام، إيران دولة قتل وذبح، وللعرب فقط، كل الذين تقتلهم إيران عرب ولا تفعل شيء غير. بدي أرجع لك سريعا بس خليني